يلا دق ساحة المعرفة. لا دعني وشأني، أريد النوم. مرحبا. لدينا شخص آخر يجب قتله. عبدون، هل يمكنك تولي الأمر بيدك؟ ادعى زوي، ما هو اسمك؟ هل يمكننا عدم فعل ذلك وحدك؟ أنت قبيح بشكل محبب. هذا أفضل. انظر إلى تلك الشجرة، كم هي سخيفة. من أين أتى ذلك؟ سقطت شجرة. أتوجه إلى الخدعة. عليك بمواصلة السير أيها اليوردن، فلا يوجد لدي ما أقوله لك. عدتم، احملني أرجوك. كم أكره الناس. أظن. هل أنت حزين وميت في ذات الوقت؟ يجب أن نتسكع سويا. ياه، كم أكره المشي. نفذ عملك يا عزيز. أتدري يا عبتوم؟ أحياناً توشك كراهيتي لك على التلاشي. كيف حالك أيها الشبح؟ هل يمكننا التسكع سويا لاحقاً؟ رائع.